وهذا هو أحد الدواليب التطور التاريخي المفاجئ.
Thank you.
ومن خطورة الله على الإله باعتبارها أولا صلة تتحكم في الله تعالى.
Thank you.
الذي انعقد في عمان سنة 1990
Thank you.
وهي جامعة صوت عباس مع دكتور زماني عبد الغني عنوان المدافعة عن الصناعة المعجمية بين مرتكزات التنظيم وعملية التجارة. والله ما زي كذا.
في مجال المعلومات والمكتبات العسكرية الجامعة.
Thank you.
Thank you.
هاي مني الترجمة لمصطلح يعني دراسة الأحلام، الأحلام الأماكن هي التي ترتبط بها الإنسان مثل السكن والموقع، الموقع الجغرافي، موقع حتى المناخي. الترجمة هي دراسة كل المسميات التي تطلق على الأماكن سواء كانت تاريخية أو جغرافية. التاريخ والسياسات والمناطق.
يعني بتسمى المواقع او مسميات المواقع يشهده العالم المتحرر في إطار تطوره
حتى تستعيد مكانتها